رجل يريد إجراء عملية جراحية في الركبة عند أحد الأطباء المشهورين، ولكنه أجرى بعض العمليات في الركبة ولم تنجح، هل إجراء العملية إلقاء بالنفس إلى التهلكة أم عدم إجراء العملية يعد تشاؤما؟ العلاج مباح، ليس واجبا ولا محرما ولا مكروها، وإنما هو مباح. والعملية في الركبة وغيرها تتوقف على تقرير الأطباء، أطباء الخبراء، إذا قرروا العملية فأنت بالخيار، إن شئت أجرها وهذا مباح، وإن شئت اتركها، هذا راجع إليك. نعم.